بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم تقريبا دي الحلقه الاخيره عن موضوع الصداقه، وده بالنسبه لرد فعل اللي كتبوا لي في رسائل. فانا هرد في شقين. نص قال لي لا، في صداقه واحنا عندنا اصحاب الحمد لله، ما فيش بخ. وفي جزء تاني قال لي لا، هو اساسا ما فيش صحاب كلها مصالح. فانا عايز اتكلم بقى عن نقطه ما فيش صحاب كلها مصالح. ايوه، في حاجه اسمها العلاقه اللي بينها مصالح، ماشي، يعني هي نوع من المعرفه. شروطها ان احنا مصلحه، يعني انت بتعمل لي خدمه انا بعمل لك خدمه، تبادل مصالح وبرضا الطرفين. انا هتكلم عن الصداقه الحقيقيه اللي هي على الحلوه والمره، اللي هي صديق في الاوقات الصعبه ونجده في الاوقات الحلوه والصعبه، مشاركه، اللي هو لما نتكلم مع او تتكلمي مع صاحبتك بيبقى بنتكلم من غير ما نفكر في الكلام، يعني نقول هخبي ايه وما اخبيش ايه. لو حد كبير يعني وصل لسن كبير شويه، لتس يعني عدى سن الجامعة وبيشتغل في بداية حياته وما عندوش صحاب، وبيقول مثلا لا اصل مفيش صحاب كلها مصالح، طب ما ده انعكاس لتصرفاتك، او ده انعكاس لتصرفاتك. يعني من المستحيل ان من اعدادي وثانوي وجامعه ومثلا 3 4 5 سنين شغل مفيش حد خالص الواحد قابله ينفع صديق، او واحده قابلتيها تنفع صديقه. يبقى الطبايع اللي جواك انت او الطبايع اللي جواك انت مبنيه على حدود للصداقه، مبنيه على الرؤيه بمصلحه. يعني انا مش هضحي لصديقي لو طلب مني حاجه انا شايفها لا في تنازل، مش هعملها. انا بتكلم على الخير مش الشر، بتكلم على يعني التصرفات اللي فيها خير مش الحاجات الشريره. فالواحد لما يكون طبعه ان هو لا يعطي، فما توقعش انه هيلاقي في يوم من الايام، او هي هتلاقي في يوم من الايام حد يكون صديق او يكون صديق، لان الاصدقاء دول في يعني عطاء متبادل من غير ما استنى من اللي قدامي حاجه. يعني تلاقي انت لما تكون او انت تكوني عتوعي او في ازمه، هتلاقي صديقتك هتلاقي صديقك ده واقف جنبك، وممكن يتنازل عن حاجات، يعني يكون مثلا شغل جاي له يخليك تشترك معاه فيه. لو انت مثلا مره واحده حصل لك دروب في شغلك، او انت حصل لك دروب او ازمه في حياتك، تلاقي مثلا يعدي ياخدك او تعدي تاخدك لمكان فيه روح مختلفه عشان تفك عن نفسك. لو مثلا في نوع من البيزنس يقول لك طب اشتغل معايا المده دي لغايه لما ربنا يفرج عليك وتلاقي حاجه احسن، خليكي معايا في ايدك معايا في ايدي، وممكن يتقسموا او يبقى في يعني فايده متبادله. التنازل ده لو مش موجود عندك باي صوره من الصور، صعب يكون في صديق. لو انت ما عندكيش استعداد تتنازلي لصديقتك، يعني حاجه ممكن تقدميها حتى لو انت هتقل عندك، يبقى دي مش صداقه، دي حاطين حدود جامده جدا. فبالتالي ما اروحش انا ادور بقى على اقول لا ما فيش صديق، ما فيش اصدقاء، ما فيش صديقات، لا الدنيا بقت كده كلها. لان الشخص اللي رفض او قال ما فيش اصدقاء في العصر ده، هو نفسه وجهه نظره مرجوه جوه عقله هو شخصيته ان مفيش اصدقاء، مفيش عطاء كلها مصالح. لا، هي مش كلها مصالح، هي الغالبيه مصالح، لكن لازم يكون في جروب. وانت في اعدادي بيبقى في جروب، وانت في ثانوي ممكن جروب يكتر او يقل، في الشغل الصديق الجامد بيبقى عدد يقل، كل مع السنين هتلاقي لك صديق جامد او اتنين بالكتير. هو الصداقه هي كده، لازم تنازل من الطرفين، عطاء من الطرفين، قلب ابيض من الطرفين، صراحه من الطرفين. ما عايز تخبي حاجه بتحاول تخبي، لكن في مجهود بيتبذل. انت من غير ما تكون قاصد لازم تكون انت من جواك ومن جوه عقلك وقلبك وكيانك عارف ان انت بتعمل كده بحب بلطف لصديقك او لصديقتك. طب الكلام ده يعني طبعا في استعداد ناس عندها تبقى كده طبيعي، وفي تربيه، التربيه تعلم الناس ان هم يكون عندهم اصدقاء ويحافظوا على اصحابهم. يعني برضو ده دور بابا وماما، ان انتوا ازاي تعلموا ولادكوا بناتكوا يبنوا صداقات، اهميه الصداقات، ازاي لو زعلت لا فكر وما تغضبش، اعتذر لو في حاجه غلط، عمر الصداقه، لو في صداقه عمرها. بقى في خلافات بتحصل جامده ساعات بين الاصدقاء، بس لو في وسيله نعرف نتغاضى عن الخلافات او الصعاب او خناقه عدت في حياتنا، هنعرف نعمر صداقه جامده. فمهم جدا جدا لكل اب وام
يربوا ولادهم انهم يعرفوا يعملوا اصدقاء، اصدقاء بجد مش اصدقاء انا اعرفه، لا ده جاري ماشي خلاص، لا بنتقابل نقعد مع بعض قعده حلوه، لا الصداقه قلنا على الحلوه والمره. فالتربيه ده من ده برضو من دور التربيه، ان نتعلم الاولاد ان هم يكون يعرفوا يبنوا ياسسوا صداقه مبنيه على الحب. وبعدين لازم تدوا الصداقه فرصه، لازم تدوا بعضكم فرصه. يعني انا بالنسبه لي في حياتي كان لي اصدقاء قريبين جدا كتير جدا، طبعا مع سن اللي بيهاجر بيهاجر بقى، ولا الله يرحمه الله يرحمه، لكن في كل معارفي انا اقول لك انا بصراحه كان لي صديق من زمان جدا اسمه صلاح. هو انا يعني ممكن اكون انا غلطت في حقه في يوم من الايام وافترقنا، كل واحد بقى راح في حياته، لكن انا لغايه دلوقتي ندمان ان انا خسرته، وبقول لو انا كنت اتصرفت بطريقه فيها عقل اكتر حب اكتر، بس السن ساعات بيخلي الواحد يطيح كده في الحياه بغباء شويه، لكن ما اتعلمتش ازاي ان انا اعتذر افكر اتراجع اقول لا ما كانش قصدي. فدي بتيجي من التربيه بقى، التربيه لو بتقول لك لا صداقه ده مهمه، صاحبك ده مهم، انت غلطت كده، بتيجي من ايه؟ من حوار مع الاب والام. ولو الاب والام فاتحين حوار كامل عميق من القلب، ولازم الابناء يحسوا بالامان لما يكلموا ابوهم وامهم بالامان، يعني لما يقولوا حاجه مش على هوا بابا وماما، بابا وماما ما يجيلهمش حاله تشنج وحاله هيجان عصبي ويزعقوا ويعترضوا ويعملوا الحبه بتوعهم، لا ما ينفعش. لازم تفهموا وتبرمجوا، مش عارف ترد مش عارفه تردي، اصبري شويه اهدي شويه، انا طب نتكلم بكره، طب هفكر ارد عليكي، طب هديها، طب خلينا كده بس نكمل الموضوع بعدين، وناخد كده الولاد في قعده لطيفه كده في حته، ناكل لقمه مع بعض او نتمشى ونتكلم بقى، وبعدين تقول رايك بعد ما تبنيه كده بروح ابويه فيها مسؤوليه وحب، بروح اميه، اميه بقى مش روح الاميه، اميه يا ماما، ها بلطف بحب من غير تشنجات من غير صريخ. الحاجات دي بتخلي الولاد يقفلوا معاكم، لما تتشنجوا على اولادكم اولادكم بيقفلوا، لما يقفلوا الحوار اتقطم، لو الحوار اتقطم تاكدوا ان انتوا عملتوا دمار، جزء مدمر في شخصياتهم. فخدوا بالكم، هو الجواز مش اللي حبينا بعض وايه خلفنا، لا الجواز ده معناه انت قادر ان انت تعرف تربي شخصيه ولادك، انت عارفه تربي شخصيه ولادك وبناتك. لو انت مش عارفه تربي شخصيتهم بطريقه ايجابيه متسامحه فيها عطاء وحب، هيطلعوا اشرار. ما هو ده هيطلع البني ادم بقى يقول لك هو كده مفيش غير كده، هم اصلهم ما يستاهلوش، هم اصلهم كلهم عالم مش عارف زفت، الكلام ده كله، ما ده كله شر. الشر ده ما هي زرع، هي نبته، زرعنا النبته، زرعت ايه طلعت ايه، هو ده الاساس. فاتمنى يكون يعني الكلام ده رد ويعني مفيد للناس واللي بيربوا واللي بيحاولوا يعملوا صداقه واللي مش عارفين يعملوا صداقه، يعني يكون في صداقه ما تخربوهاش، ما تخربوهاش عشان كعبله في السكه. ما دام الاساس طيب وكويس، لو اتكعبلنا واتصدمنا مع بعض، ما بتكلمش على خيانه بقى او سرقه او كذبه عظمى فيها اذيه، لا انا بتكلم على الخلافات العاديه. لا نعمل كوبري ونتكلم بعدين في المشكله، بس فكروا في الحب العلاقه السنين، فكروا فيها عشان دايما تلاقي جنبك صديق، دايما تلاقي جنبك صديقه، لان الحياه فيها اوقات صعبه ما بينفعش فيها غير الاصدقاء. شكرا، خليك.